اسلمه اسمي سجلت لمساعدكم في لكتشر جديد على اخر كتاب قريته اللي هو اجلتيك باولو كولو. هذا مش اول باولو كولو نقرا له، اول كتاب اللي تنقراه. قريت له لالشيميست عجبني على الاخر، ديجا لي سانستا كلاسيك. قريت له فيرونيكا ديسي دو مورير. دوكو نلقى في الباج نتاع بوكلاند بونتيان اللي هو بعد كتب دوكازيون كل شيء، لقيتو بسم به كل شيء. دونك دوكو خديتو، هبط تصوير على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وما رعني الا انه الناس الكل قالوا لي خايبره وخايبره، والشوت نتاع باولو كويلو راهو يعيف راهو راهو انا بما اني من الناس اللي كي عبد يقول لي راهو كتاب خايب نمشي نجري نقرا باش نعرف علاش هو خايب، مشيت بلوتو باش نبدا نقرا. بدا سافا وتعفون كل شيء. دوكو قلت بيهم يعني هاو بيه الكل، اما فجاه ولا يهز من جيبي يرمي من خابيه وخربها دخلها بعضها ولا لا علاقه. باش ما نفوتكمش بالحديث وباش تفهموني في قاعده نحكي، الكتاب على شي يحكي على ليندا، عمرها 31 عام، عايشه في السويس، ظهر لي في السويس سويسرا. جورناليست ما ناجحه معناها سكسيسفل على الاخر كل شيء، ما عرفتش براجل معناها اون دافير لابس عليه ويحبها على الاخر وهي تحب راجلها على الاخر كله، عندهم الصغار تعفونين والمان لا في بارفيت معناها ما عندها حتى قلوا احنا حتى ماك في حياتها معناها المان لا في بارفيت معناها تو سامبلومون. دوكو نهار من نهارات تمشي تعمل انترفيو مع بوليتيسيان هو اللي هو معناه يطلع قبل خرج معها في الكوليج ولا في الليسي حاجة كيما هكايا، و باش تولي تخون رجلها معاه. معناه هذا الكل ما حرقتلكم حتى شي خاطر هذا الكل في اول الكتاب. كي ترى الحكاية كيما هكايا سي انتريغون، باش تقول علاش تخون في رجلها وشنو المشكلة وشنو هو الحكاية وكل شيء. شنو اللي عجبني في الكتاب؟ اللي عجبني في الكتاب الحاجة الوحيدة اللي عجبتني في الكتاب هي البارتي اللي هي الأولى بالكل، معناها وين يحكي على الدبريسيون، كيفاش يحكي على الدبريسيون. هي معناها بدات تتعادى بريود نتاع بدات دابر نقولوا احنا تتعادى بالدبريسيون كل شيء. دونك يوريك كيفاش تبدا الحكايه، كيفاش نقولوا احنا لي زانديس، كيفاش تبدا، كيفاش تحس روحك حزينه بورتو معناها عندك كل شيء وما عندك حتى سبب باش يخليك تكون حزين وكل شيء، اخك انت تحس روحك ديبريمي وتبكي من حتى شيء وكل شيء، ويوريك معناها لي ستاب نتاع ديبريسيون كيفاش تتعدى بيهم، وكيفاش سورتو انه كان هما معناها في السويس خلي احنا معناها في 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 اون جينيرال في العالم العربي الكل كيفاش يخرجوا الواحد ديبريمي، كيفاش ما تحبش تمشي للبسيكياتر، ما تحبش تعدي خاطر شنو لعبت تقول عليها كل شيء. دونك الكوتي هذي عجبتني على الاخر في الكتاب. الحاجه الثانيه اللي عجبتني في الكتاب سكو في برشا بلان دي سيتاسيون، ديجا شوفوا الكتاب الكل وانتو في برشا دي سيتاسيون معناها تحفوني على الاخر وعجبوني على الاخر. اللي ما عجبنيش في الكتاب، اللي ما عجبنيش في الكتاب سكو ليندا لازم معناها ايغويست وتافهه وديبيل على الاخر. معناها المراه ما عندها حتى سبب لطح لدى الزوه تمشي هكا تقوم تخون في رجل على خاطرها قلقه من ناحيتها. سامحني معناها قلقه من ناحيتك، مش عامله فواياج، مش سافر، مش عامله افونتور، ما نعرفش حاجه هكا معناها. اما تمشي تقول راجلك معناها وتقول لي انا نحبه معناها تحب رجلها كل، اما باش جونغ باش تنحي كل جونغ روتين ودرا شنو تمشي تقول معناها دين ديبيليتي اللي ما يصدقش العقل معناها عملت العار ولا نرفزتني على الاخر. ونرفزني باولو كويلو خاطر كان ينجم يخدموا خير من هكا برشا. معناها انا شنو وريتو الكتاب جونغ شويه انا كارينين على شويه مدام بوفاري، سوف كو معناها في لي كلاسيك هذي ما فما سبب معناها انا كارينين فما علاش خانت راجلها، مدام بوفاري فما علاش خانت راجلها، معناها ليون انا خذت راجلها متحبوش وكان ديستون بيرد معاها، والاخرى مريضه معناها ترا كان في لي ديفو في راجلها وكذي نحبك لا نصبر عليك. معناها تحب راجلها وتموت عليه ومتحبش تطلقه ومتحبش تبعد عليه، اما تخون فيها لخطرة فدت معناها من الروتين وكل شيء. معناها كانوا انتم تراو حاجة معناها غير اللي انا حسيته معناها قولوا لي سي بون فوالا. دونك
هذه اللي عجبني في الكتاب وهذه اللي ما عجبنيش في الكتاب. كان ينجم يكتبوا خير من هكا برشا، وحسيته ياسر فارغ على الاخر. مش تصير تويست جونغ تويست في خاسك اخر الكتاب اللي كان مكتبهش خير، معناها فرانشمون كيما نقولوا جاي طبها عميق. مانيش باش نقولكم شنو هي، اللي يحب يكتشفها يكتشفها، يحب يقرا كتير. مانيش باش نقولكم متقراوش الكتاب، خاطر كيما قلت لكم بارتي الاولانيه اللي حكيت فيها ديبرسيون حسيتها انتريسونت كوميم، اما بالبقيه على الحيط بصراحه. دونك فوالا، يحب يقراه يعطي شانس كيما انا عطيتو شانس يقراه. انا عطيتو نجمه واحده على الجود ريدز، خاطر بصراحة فرانشمون ونقرا فيه كسر لي كريمي، ومن الكتب اللي نقرا ويا ربي وقت يشوفها، معناها ما صدقت ربي وفيه. دونك فوالا، كانت هذه الفان لكتور نتاع المرة هذه، ان شاء الله تكون عجبتكم. واللي قرا الكتاب يعطيني رايه في الكتاب، قول لي شنو رايه فيه. مازالو عندي ديكول اخرين، عندي نسيت، اما مازالو عندي شوية كتب اخرين. دونك اللي قرا كتاب اخر لباولو كويلو يحب ينصحني به، قول لي شنو الكتاب وتو نقراه. وانا بون فوالا، نراكم مرة جاية في فيديو اخرى، واتخي بيانتو، باي باي.